مبروك يا سيد راجيف، طباختك رح تقدم لك فطاير الرز. هي آخر أكلة بتعملها طباخة الرز بمسابقتنا، هي شي أكيد. معقول؟ يا ترى هدول شو عم يعملوا؟ أنسة شارما، في أي مشكلة؟ انت عم تتساءلي اكيد هدول شو عم يعملوا. ايه عم يعملوا الاكله اللي المفروض تنعمل واللي انت ما قدرتي تعمليها. الاكله اسمها ريسوتو وهي اكله ايطاليه وانت ما قدرتي تساويها، لهيك انت هلا خسرتي. لا لا مو هيك، قولي ري. قولي ري. ري. قولي سو. يلا قولي سو. شو استصعبتيها ما هيك؟ كلياتهم كم حرف ما عرفتي تقوليهم؟ قولي سو. سو. قولي تو. تو. ريسوتو. شوريا شو عم تعمل؟ الكاميرا عم تسجل. وقف شوريا، ليه عم بتضايقها هيك؟ يا جماعة، الجزء اللي أنا بدي إياه هو اللي رح ينعرض بس، وبعدين أنا ما عم أعمل أي شي غلط مع المتسابقة. هاي البنت غشاشة، هي كتير بسيطة وعم تحتال علينا، ما بتعرف أي شي. لا تخافي بنتي، أنتي بطلة ورح تفوزي. أختي، أنتِ أكيد رح تفوزي. لا تستسلمي، سيطري على خوفك وأكيد رح تفوزي. باقي معكم 15 دقيقة بس، اعملوا اللي بتعرفوه. استعجلوا شوي يا شباب، باقي بس 9 دقايق. أنا كتير زعلان عليك يا راجيف، خسرت قبل ما تبلش اللعبة حتى. لسه ما خلصت اللعبة يا حلو، استنى وشوف. رؤي خليكي قوية. ليش هي طولت كل هالقد؟ شو عم يخلوها تمشي على بيض يعني؟ لو سمحتي يا ستي، جوابي ما رح يتغير إذا بتضلي تتصلي فيني كل 5 دقايق. خلص لا عدقي. موفق. جاهزة؟ ايه. قطعية وقطع متساوية. عم تحركون مع بعض؟ ايه عم تحركون. ممتاز.
اسمعوا يا جماعة، باقي لكم 15 ثانية بس، استعجلوا. يلا يلا يا جماعة، الكل يسكب. 14 13 12 11 10 9 8 يا ترى ليش وقفت؟ 7 6 5 4 3 بعد عني. 2 1 انتهى، ارفعوا ايديكم. كتير منيح، ممتاز. أنا ما عم دوق غير طعمة الجبنة، النكهات والقوام ما في توازن بيناتهم. أنا بعتذر. الفطر مو مستوي منيح، أنا بعتذر. شو رأيك؟ مو كتير زبط. مزبوط. آنسة شارما، شو هاد؟ أستاذ، أنا عملت فطاير الرز المقلية. شي ظريف. تتذكري شو كان المفروض تساوي؟ ريسوتو. ري سو، سمعتي منيح؟ تو، ريسوتو. شو من شانه؟ أنا ما بظن إنه هاي الأكلة ريسوتو. و انت طلبتي طنجرة ضغط لحتى تعمليه، شو اللي صار معك؟ انت غيرتي الأكلة، هاي مو ريسوتو، هدول كرات الرز اللي سميتيها فطاير الرز المقلية. انت ما عندك المؤهلات. آنسة شارما، شو هاد؟ أستاذ، أنا عملت فطاير الرز المقلية. شي ظريف. تتذكري شو كان المفروض تساوي؟ ريسوتو. ري سو، سمعتي منيح؟ تو، ريسوتو. شو من شانه؟ أنا ما بظن إنه هاي الأكلة ريسوتو. و أنت طلبتي طنجرة ضغط لحتى تعمليه، شو اللي صار معك؟ أنت غيرتي الأكلة، هاي مو ريسوتو، هدول كرات الرز اللي سميتيها فطاير الرز المقلية. أنت ما عندك المؤهلات. دقيقتين وبس بدي فوت على الحمام. لوين بدها تروح مره مثلي يعني؟ انت فيكي تروحي لهنيك، في حمامات للسيدات. خلص لو سمحتي. خليك وسخ، ما بروح، بدي فوت لهون. مدام انت ما فيكي تفوتي لهون. ما فهم علي يا اخي، شو صاير؟ هيك بتتعاملوا مع المره العمى؟ هيك؟ ليك اجت. خبرينا كيف مشيت الامور، كيف كانت تجربتك؟ هيك حبيبتي، استني دقيقه. تاي شو صار؟ كيف مشيت الامور جوا؟ يلا قولي. انتي ليش ما عم تقولي شي؟ اختاروكي مزبوط؟ يلا قولي. كانتا خلص هدي شوي على البنت، انتي دايما هيك بتزعجيها بأسئلتك الغليظة. تشربي مي؟ بنتي شوفي، حتى لو ما اختاروكي مو مشكلة، بيخسر الواحد أحيانا، مو مشكلة بنوم مزبوط؟ أكيد مو مشكلة، مو مشكلة أبدا. لا تزعلي، ايه عملتي اللي عليكي. لا مرت عمي، هو هاي مو ريسوتو، هدول كرات الرز
اللي سميتيهم فطاير الرز المقلي. انتي ما عندك المؤهلات. استنى شوي، شو ما كان يلي عملته مبين انه ممتاز، وانا حبيت طريقه التقديم، ولهيك بظن انه نحن لازم ندوق. سيد راجيف، نحن مو بمطعم، هاي مسابقه. بعتذر انسى شارما، انتهى مشوارك هون حتى قبل ما يبلش. دقيقه بس شوريا، بصراحه حتى انا حابه ادوق هالاكله. بس يا مدام، حكمين او ثلاثه بدهم يدوقوها، نحن بس بدنا نكون عادلين معه. صح ستريكا، خلينا ندوق. يلا. مثل العادة أنا مبسوطة كتير من قراري اليوم، مبسوطة لدرجة إنه هذا أفضل طبق انعمل. أنا بعرف إنه هي مو ريسوتو، بس هي كمان أكلة إيطالية اسمها أرانسين، وبالهند بيسموها فطاير الرز المقلية، وبصراحة هي بديل الريسوتو تماماً، ونحن هون لحتى نحكم لمدى فهم المتسابقين للأكل وطريقة التقديم. عن جد كانت بتجنن، والطعم بياخد العقل لا تعليق. لهيك من ناحيتي أنا والمدام ريكا منقول لما هيك إيه. أنا برأيي إنه يكون القرار للأغلبية، ومثل مو شايف هيك قرار بيكون عادل للكل. الليلي إذا غلطت، نحن كلنا قدام دموع الناس متعودين نصير عاطفيين، منصير حساسين. على كلين آنسة شارما، بالتوفيق، شوفك بمسابقة الطباخ المحترف. معناها اختاروكي انت بالمسابقة. اختاروها بالمسابقة يا نار. ايه اختاروها. اختاروا بهيك. اختاروها بالمسابقة. يا روحي. يا عيني. يا عيني. موبايلك عم يرن. لا، موبايلك اللي عم بيرن. ايه موبايلك. عن جد؟ خليني اشوف مين هاي ستي. ايه هاي ستي. الو ستي، ستي اختاروها لمي هيك. ايه اختاروها لمي هيك عم قلك. إيه كان انا بعرف من صوتك انه اختاروها لمي هيك. الف مبروك الف مبروك. يلا تعالوا على البيت فورا، نحن لازم نحتفل بهالشي. ايه حفلك. يلا راجعين ما بنطول. لا ليش سكرتي؟ كان حابة احكي مع مي هيك. ليكي هي راجعة على البيت، وكل يوم هي متعودة إنها تجهز لنا الأكل، بس بهي المناسبة الحلوة نحن رح نجهز لها الحلو. قومي. اتصلت ستك. شوفي حبيبتي، شكلك مو مبسوطة، أكيد في شي صاير. لا مرت عمي، ما في شي من هذا. مرحبا هيك، ألف مبروك. شكرا لك. شفتي عمي باركولك. يعني بس في شي مضايقك حبيبتي، أنت شكلك مو على بعضك.
شو السبب؟ شو صاير؟ يلا بعده هيك من الطريق اجى الاستاذ، بعده يلا بسرعه. انتو حتى ما عرفتوا هديك البنت امتى اجت وغشتكن بدون ما تحسوا على شيء ابدا. هي مو سمعاني حتى بشيء اسمه ريسوتو واختارت شيء تاني على كيفها. وكمان هي بتعرف انه تجاوزت قوانين المسابقة كلها قدامنا، بس مع هيك ما قدرنا نعمل شيء. ليش؟ كله بسبب الدموع تبعها. واضح الغش من طبيعة العالم البسطاء. أنا رح ورجيها وين مكانتها الحقيقية بتكون وقت بتجي على المسابقة، وما بيكون اسمي شوريا كنا إذا ما ورجيتها قيمتها الحقيقية. شوريا، المهم إنك تكون عادل. أنت موجود من شان هيك. روحي عادي بسرعة يلا. انتي شو شغلك بالك؟ اليوم احتفلوا فيكي بس تطلعي على حالك، انتي مو شكلك مبسوطة، شو بكي قليلي؟ تتذكري شوريا كنا؟ نفسه هداك الأناني؟ خادمه راجيف يلي اجا لحتى يعطيك الاستمارة؟ لا تحكي هيك عن راجيف، هو منيح كتير. عن جد؟ هو كبير كتير عليكي. ماشي شو القصة قليلي؟ انتي بتعرفي انه شوريا هو واحد من لجنة الحكم؟ انا التقيت اليوم فيه، هو كتير غريب، كان معصب علي بالمسابقة. انا بظن انه متضايق مني، حتى انه حكى معي بطريقة مو منيحة ابدا. وقت خلصت المسابقة شدلي على ايدي كتير، ولما خلصت المسابقة وراح اسمعي، هو مسك ايدك بقوة؟ خديني معك لعنده المرة الجاي. كيف بتجرأ يعاملك بهالطريقة هي؟ شو هذا، مجنون يعني؟ اسمعي لقلك، انت معك رقمه؟ اتصلي فيه يلا بسرعة. خلص اهدي شوي، انا رح اتصرف بطريقتي، وبتعرفيني انا ما بخاف من واحد مثله ابدا. اسمع منيح شو بدي اقلك، صحيح انت طباخ مشهور وفيك ترفض الاكل تبعي، بس ما بسمح لك تهيني ولا بسمح لك تهين هذا الرجال. هذا أفضل طبق العمل.
طريقة التقديم بتجنن والطعم بياخد العقل. لا تعليق من ناحيتي أنا والمدام ريكا منقول لما هيك إيه. مرحبا. كيفك؟ ما عم يرد علي مع انه فاتح. طيب مو مشكلة، اليوم النهار من أوله لآخره كان بيجنن. شو اللي صار؟ شغلوا المولدة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.